السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة فيديو جديد وأصغر بيت في العالم. ولو أنت مش مشترك في القناة يا ريت تشترك واعمل لنا لايك وقول لنا في التعليقات تحت رأيك إيه. أول حاجة هو عمل التصميم الهندسي طبعا على الجهاز، تمام. وبعد كده بدأ ياخد المقاسات بتاعته على الأرض، المفروض إنه يعني زي صندوق مثلا. دي القعدة والعمدان، عملنا هندسة كاملة، هندسة كاملة، عملية هندسية كاملة. المفروض ان هما كده صبوا القواعد، والمفروض دي العمدان بقى المفروض دي عربية تقريبا داخلة بالخشب وكده. كده بيصبوا بقى الـ القواعد اللي هي بعد القواعد الأولانية اللي في الأرض. ده بيبقى حاجة اسمها ردم، لو حد عارفها يعني، عشان تعلي الأرضية بحيث إن أنت تبقى مش بسوى الشارع اللي بره. وبعد كده بيديها دكة تانية بحيث ان ايه تبقى جامدة برضه، عشان لما يدي السيراميك ما يهبطش معاك. لا انا خبرة في الحاجات دي. هنا المفروض ان هما خلاص خلصوا الدور العمدان بتاع الدور الاول، شالوا الخشب وبيبنوا الحيطان. مش عارف جابوا الطوب ده منين الصراحة يعني، بس ممكن أعتقد إن ممكن يكون مثلا مش عارف عامل زي مكعبات. ممكن يكون قطع بلاستيك. دي المحارة. دي سكينة معجون عشان تقريبا هيدوها زيت او كده. نقاشة بقى، البلاط، انا معرفش جابوا المسطرين ده منين، ومعرفش البلاط ده مثلا ممكن يكون يعني اكيد طبعا مش البلاط العادي بتاعنا، بس ممكن يكون مثلا قطع بلاستيك او حاجة مش عارف، او مثلا قص ولزق الحاجات اللي هي بتاع البلاستيك من المكتبة ديت. مش عارف ده باب، ده السيراميك اللي هو بيبقى في الحيطة نفسها عشان يحجز المية. ده بيلحم البلاط في بعضه، بس مش عارف البلاط المادة نفسها ايه، مش عارف الصراحة. ده بس جميل، شباك شباك. ده الدهان تقريبا الوش الأخير تقريبا. لا أعتقد الحمام أدام اتعمل كله سيراميك كده. دي القعدة، ده الدش. جاب بيضة وفضها. أيوة هياخد القش بتاع بيه. حوض، عمل الحوض من قشر البيضة، عمل الحوض من قشر البيضة. ده طبعا بيلزق بعمير يعني، دي الفواطة وده الباب ودي المراية يد. وفي إضاءة كمان.
انا اعتقد بقى ان المسامير انابيب اقلام اعتقد كده. ده دولاب المطبخ، دي بلاعة، ده ايه ده؟ بوتاجاز. دي عين البوتاجاز، بس اعتقد ان البوتاجاز ده مش شغال يعني. هيوصل له ايه؟ الكسفة اللي انت فيها يا حازم، حازم هوبك قال يا لهو على كسفتك يا حامد. ده بيعلى كمان. ده حوض، دي شاليمو بقى، شاليمو الصرف بتاع الحوض من شاليمو، عارفها دي، دي الحنفية. بس الحنفية دي من ايه بقى؟ مش عارف. ده الوش الأخير بتاع الدهانة. ده كده يعني يركب زي فورمة كده على الحيطان يعني. ترابيزة، كراسي، كل دي بقى بلاستيك بقى طبعا يعني. دي زهرية. أعتقد إن ده سرير، سرير. دي الملايات وبيدينه تقريبا ولا إيه؟ دي سوسة أقلام يا جدعان، دي سوسة أقلام، بس مش عارف. دي المرتبة، المرتبة، والله فكرة جميلة، بحيث إنها تبقى يعني إيه زي المراتب العادية يعني. تمام. دي المخدة، هو عامل كده زي ايه؟ زي ما يكون تصميم بيت اللي لعب الأطفال يعني، في الأطفال بتحب بيبقى في بيت كده صغير كده يلعبوا فيه يعني، حاجة شبه كده. بس الميزة اللي فيها الكنترول بقى، لأن هو في تحكم في الإضاءة وفي المية، حاجة جميلة يعني. ادي السلوكيات اللي هو مستخدمها، سلوك رفيع جدا يعني، عامله زي سلوك التليفونات الارضي كده. دي الاضاءه، تالي اضاءه السقف. دي إضاءة برضو، بس أعملها بشكل يكون لطيف كويس شوية يعني، زي فرع كده. ده المطبخ، ديت السفرة، أوضة النوم، الحمام، ليه كده؟ ده تقريبا بيعملوا جنينة قدام البيت ولا ايه؟ سلم بره ده. ده بيعملوا السقف، ده الحديد بتاع السقف. دي الصبة، الخرسانة هي المفروض يعني، طبعا الخرسانة بتاعتها يعني، مثلا يعني هتلاقيهم جابوا مثلا نص شكارة اسمنت يعني، تفهمني؟ من اللي هو الراجل اللي في آخر الشارع ده جاب شنطة أسمنت كده وسلفل. دي الأرضية بتاع الدور التاني. لا، وحاطين ال يعني ال إكباس الكهرباء، أول مرة أخد بالي دلوقتي.
ديودة أطفال على ما أعتقد يعني. سرير لطيف، أباجورة وبتاع، شغل عالي، تحكم آلي كله. اه بالزراير. دي زي نجفة، نجفة يا جميل. دي قطع فيل دي. ده ايه ده؟ ايه الجهاز ده؟ حاجة زي شفاط أو غسالة ده ولا ايه؟ ده شفاط، ده مش شبه كده تكييف. ده بيركب الأجهزة الإلكترونية طبعا. دي كلها بقى بتبقى اي سي كلها، بما ان انا هندسة يعني، معلش. اي سي هات كلها. ده تكييف أوضة الأطفال وكمان بدرجات الحرارة ومروحة وبتاع. ده أنا بيزي مش كده يا راجل. ده غطاء ازازة ده ولا ايه؟ ودي كنز مخرمها كده ومقطعة فيها، عامل فيها دايرة، حتة زي مروحة كده. عامل بيها ايه دي؟ غسالة؟ غسالة اوتوماتيك. الصرف بتاعه بتاعي سليمو برضه. ده الباب حسيت له مفصل. في سلوك كثيرة جدا يعني، ازاي كده عاملها بالبرمجة بتاعتها يعني، برامج كاملة كأنك عندك غسالة اوتوماتيك. دي الفيشة بتاعتها اهيت، ده الصرف بتاعها. طبعا دي ممكن تغسل فيها مثلا، مش عارف اقولك ايه يعني، منديل. منديل شغال، الصرف بيوصلها بقى. بجد حاجة جميلة. في نهاية الفيديو يا ريت ما تنساش تشترك في القناة وتعمل لنا لايك عشان تشوف كل جديد إن شاء الله. سلام عليكم.